أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي شمس الدين كباشي الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هيكل السلطة الانتقالية. وقال كباشي في تصريحات صحفية عقب جلسة مباحثات مشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قال: ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المهام والسلطات في المستويات السيادية وتنفيذية وتشريعية. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي إن تشكيل المجلس السيادي ونسب المشاركة بالمستوى السيادي والتشريعي ستتم مناقشتها غدا الثلاثاء. ناقشنا في هذا اليوم هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما، اتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية واتفقنا عليه، وناقشنا كذلك المهام والسلطات في المستويات الثلاث: المستوى السيادي والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي، واتفقنا عليها تماما بحمد الله. سنواصل بإذن الله غدا في مناقشة نسب المشاركة في المستوى السيادي، وكذلك النسب المختلفة للمستوى التشريعي، وكذلك أيضا سنناقش أمر الفترة الانتقالية التي نراها عمان ويراها إخوتنا في قوى إعلان الحرية والتغيير 4 أعوام، وإن شاء الله سنتوافق حول هاتين النقطتين بإذن الله. بعد ذلك لا أعتقد أن هنالك الكثير الذي يعني سيبقى بإذن الله. من جهته قال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان إنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على هياكل السلطة واختصاصها على المستوى السيادي والتنفيذي والتشريعي، وأشار إلى أن الاجتماع سادته روح طيبة كللت بالاتفاق بين الجانبين. وقال إن قوى الحرية والتغيير ستبحث غدا مع المجلس العسكري نسب التمثيل في هياكل السلطة. كان اللقاء طيب ومثمر، وصاد فيه روح الطرفين نحو وصول لاتفاق يرضي ويخرج بالوطن والبلاد وتحقيق أهداف الثورة. اللقاء كان مثمر وتوصلنا فيه على اتفاق حول هياكل السلطة، السلطة السيادية والسلطة التنفيذية والمجلس التشريعي والقضائية والمفوضيات واختصاص وحياكل السلطات المذكورة له، على أن نتواصل غدا فيما يتعلق بالنسب والمواضيع الأخرى حول السنين اللي هو 4 سنوات في الفترة الانتقالية أم 2 سنين، ونتمنى أن نتواصل غدا بنفس الروح الطيبة والمثمر حتى تحقق أهداف الثورة. وجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل الشهيد الدكتور بابكر عبد الحميد الذي استشهد بمنطقة بوري. كما وجهت النيابة العامة بحسب تعميم صادر بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. كانت النيابة وجهت من قبل اتهاما للبشير بحيازة نقد أجنبي دون مسوغ قانوني. وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شرعت مجموعة من المحامين بقيادة علي محمود حسنين في فتح بلاغ جنائي ضد مدبري انقلاب 30 يونيو في العام 1989. وقال رئيس هيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب الإنقاذ علي محمود حسنين في مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال إنهم كمجموعة من المحامين تقدموا بعريضة للنائب العام والذي أحالها بدوره لنيابة الخرطوم شمال وتم فتح البلاغ، مضيفا أن التحقيق سيبدأ قريبا بدءا برئيس المخلوع عمر البشير وكل معاونيه في الانقلاب من العسكريين وكذلك المدنيين. نحن تقدمنا بعريضة للسيد النائب العام باعتباره مسؤول عن النشاط الجنائي في السودان، وقبل العريضة وحولنا إلى نيابة الخرطوم شمال. وعريضتنا حددت من الذين ينبغي أن يشملهم التحقيق. أول الذين يشملهم التحقيق هو قائد الانقلاب عمر حسن أحمد البشير وجميع أعضاء مجلس قيادة الثورة
وأنا عندما أقول مجلس قيادة الثورة هذا ليس وصف وإنما هو اسم، واسم يعني سموها كده، سموا مجلس قيادة الثورة، وبالتالي جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة هم متهمون، ومتهمون كل رموز وقيادات الجبهة القومية الإسلامية التي خططت ودبرت لهذا الانقلاب. وطلب كذلك علي محمود حسنين الجهات كافة بعدم التستر أو تهريب المتهمين خارج السودان حتى تأخذ العدالة مجراها، مشيرا أن هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب 30 من يونيو سينضم إليها عدد كبير من المحامين الشرفاء. وبعد دراسة كاملة منه وافق على فتح البلاغ تحت المادة 96 الفقرة ألف والمادة 96 الفقرة جيم، والآن البلاغ تم فتحه بالفعل ويبدأ التحري قريبا إن شاء الله. ونحن هنا يعني بنطلب من الأجهزة التي تستولي على السلطة الآن أن لا تسمح لأحد من المتهمين بالهروب خارج هذا البلد، كان عبر المطارات البرية أو الجوية أو خلافه، وكل من يساعده في هذا نعتبر أنه قد ساعد في تهريب متهم في جريمة كبرى كهذه الجريمة. هذا من هذا المؤتمر الصحفي أنا أحذر أي جهة أيا كانت أن تتستر على أي من المتهمين الذين هم الآن متهمين في بلاغ رسمي قامت به السلطة النيابية كاملة. أجرى المجلس العسكري الانتقالي تعديلات جديدة في قيادة الشرطة، شملت ترقيات وإحالات لضباط برتب مختلفة للتقاعد. ورقى المجلس بموجب هذه التعديلات اللواء شرطة عادل محمد أحمد بشائر إلى رتبة الفريق وتعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة. وأصدر المجلس قرارا آخر بترقية اللواء شرطة طريف إدريس دفع الله إلى رتبة الفريق وتعيينه نائبا لمدير عام قوات الشرطة ومفتشا عاما. وقرر أيضا ترقية وإحالة عدد من ضباط الشرطة في الرتب المختلفة. وقال في تعميم صحفي صادر عن المكتب الصحفي لقوات الشرطة إن التعديلات تأتي في إطار الحركة الإدارية الدورية لقيادات الشرطة فيما يلي الترقيات والإحالة. وأكد المكتب الصحفي تعيين الفريق شرطة خالد بن الوليد مديرا لشرطة ولاية الخرطوم. تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في أعمال الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستعقد يومي 26 و27 من رمضان بمكة المكرمة. واستقبل رئيس المجلس العسكري سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر الذي نقل دعوة الملك سلمان. وقال السفير السعودي في تصريح صحفي أنه نقل للبرهان والشعب السوداني تهاني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأوضح أن الهدف من القمة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبحث قضايا الأمة التي تخص الأمة الإسلامية. فرقت سلطات قوات الدعم السريع والشرطة عشرات المحتجين الذين حالوا دون مدخل جسر المكنمر من ناحية مدينة الخرطوم بحري وطريق رئيسي في المدينة. استخدمت قوات الدعم السريع والشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم وإزالة الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة. وحذر في ذلك المجلس العسكري من قطع الطرق مؤكدا أنه لن يفض الاعتصام الموجود في محيط قيادة الجيش بالخرطوم. وكان تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير أصدر بدوره جدولا لتصعيد الاحتجاجات لأسبوع بدءا من الأحد بتنظيم مواكب إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات بالإضافة إلى مواكب للمهنيين وصولا إلى إضراب عام. وأفاد التحالف في بيان أن أعمالا دعائية ستكتمل تمهيدا لإعلان العصيان المدني الذي تقرر أن يكون الأربعاء المقبل. نظم العاملون بالكهرباء بمباني الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وقفة احتجاجية بمشاركة أعداد كبيرة من العمال والفنيين بالشركة من مختلف القطاعات والمواقع. وطلب المحتجون بعودة الكهرباء لاسمها السابق الهيئة القومية للكهرباء وفصلها عن المياه. وأكدت ممثلة العاملين أن قطوعات الكهرباء تحدث بسبب العديد من المشاكل التي تواجه العاملين
والتي فشلت الإدارة في حلها وتوفير معينات العمل. وعددت كذلك المشاكل التي تواجه المحطات الكهربائية بسبب الأحمال الزائدة في بعض المحطات والأعطال التي تحدث في الشبكة. وطلب المحتجون بتغيير الهرم الإداري بالشركة، ورددوا عددا من الشعارات المطالبة بالتغيير وتهيئة بيئة العمل. في الأثناء، قرر وكيل الموارد المائية والري والكهرباء محمد خير أحمد الجنيد إعفاء المهندس صالح علي عبد الله من وظيفة المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. وقرر كذلك إقالة المهندس عبد الرازق أحمد يوسف من وظيفة نائب المدير العام للشركة. وعين الجنيد المهندس خالد مصطفى محمد فضل الله مديرا عاما للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. يأتي هذا الإعفاء استجابة لطلب الموظفين الذين دعوا لإقالة المدير ونائبه. أكد ولي غرب كردفان المكلف عبد الله محمد عبد الله أن مطالب الثوار بمحلية أبو زبد مشروعة وواجبة التنفيذ. وأشاد الولي بالروح العالية لشباب وعزمهم لإحداث التغيير المنشود. وشدد ثوار المحلية في لقائهم الولي المكلف، شددوا على ضرورة فتح نيابة خاصة لمحاسبة المفسدين والمعتدين على المال العام والعمل على حصر دور وممتلكات النظام البائد. كما طالب الثوار بتغيير شامل في هيكلة الوزارات والمؤسسات بالولاية وبذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، إضافة إلى حل واجهات النظام السابق. توصيل الكهرباء القومية إلى مستشفى أبو زبد وبصورة عاجلة، تخصيص القدر الكافي من حاجة المحلية من الوقود والدقيق، وفرض عقوبات صارمة على كل من يتاجر في هذه السلع الحيوية. 4. حصر دور وممتلكات واجهة النظام السابق وحصر أنشطتها تماما. 5. فتح نيابة خاصة لتقديم كل من يثبت تورطه في الاعتداء على الشعب وعلى على ماله العام وممتلكاته أو في أي شكل من أشكال الفساد في هذا البلد. تغيير شامل في هيكل مؤسسات محلية أبو زبد بما فيه داخل المحلية دي. ونطالب بس الجهد اللازم في معالجة وتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من جراء حكم البشير. حل واجهات النظام السابق في هذه المحلية، وحل ميليشيات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وكتائب الظل، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات. مطلب من مطالب قوة إعلان الحرية والتغيير على مستوى السودان. نفذ العاملون بجامعة وادي النيل في ولاية نهر النيل وقفة احتجاجية على خلفية عدم التزام وزارتي التعليم العالي والمالية الاتحاديتين بدفع فروقات الهيكل الراتبي وفق المنشور المقرر سابقا. وقال المتحدث باسم العاملين المحتجين بالجامعة الفاضل عمر حسين أن السلطات المركزية تعهدت بتطبيق فروقات الهيكل الراتبي للعاملين لكنها لم توفي بذلك، مشيرا إلى أن ما ورد من تبريرات وأعذار تعتبر غير مقنعة بالنسبة لهم. وأعرب حسين باسم العاملين في جامعة وادي النيل عن رفضهم التام ربط تطبيق تعديلات هيكل العاملين في التعليم العالي بهيكل أساتذة الجامعات، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو لتأخيره تحت ذريعة توحيد التطبيق لانتفاء أي علاقة بين المنشورين. كل العاملين في جامعة وادي النيل في اعتصام داخل مباني جامعة وادي النيل حتى تصل لهم زياداتهم البسيطة يعني. وأيضا وزارة التعليم العالي كان لها هيكل للتعليم العالي يتبعوه للجهاز القضائي حتى يكون المرتبات موازية. نحن هنا في جامعة وادي النيل في عامل مرتبه 700 جنيه، في سواقين السائق مرتبه 800 جنيه وعائل أسرة. فنحن بنناشد الأخوة المسؤولين في المجلس العسكري ووزارة التعليم العالي ينظروا لهذا العاملين بنظر الاعتبار ويزيد مرتبات. وصلت إلى مدينة القضارف تعزيزات من قوات الدعم السريع للمساهمة في استعادة الهدوء للمدينة في أعقاب نزاع قبلي أدى لإزهاق عدد من الأرواح وخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الحل السلمي بين القبيلتين بمبادرات تقودها الإدارة الأهلية، إضافة إلى عدد من الشخصيات القومية ورجال الدين نجحت في نزع فتيل الأزمة ووقف الاعتداءات بين الطرفين. وقال والي القضارف المكلف اللواء ركن محي الدين أحمد الهادي إن الوضع الآن تحت السيطرة، ومطلوب من الجميع
إظهار روح التعاون من أجل الوصول إلى حل نهائي للمشكلة، واعدا من جهته بحل كافة الإشكالات التي أدت إلى المشكلة وفي مقدمتها أزمة مياه الشرب، ودعا الإدارات الأهلية للعب دور مؤثر من أجل رتق النسيج الاجتماعي. لا بد أن تكون بيناتنا صيغة متبادلة نقدر نعمل مع بعض، نقدر نعمل مع بعض وما نغضب، والصيغة بين الطرفين تكون موجودة عشان نقدر نحن نحل هذه المشاكل من أجل أولئك الشباب الصغار، من أجل العجزة، من أجل المساكين، حتى أنه نقدر نمشي لقدام. نحن مجتمع الحمد لله مؤمن، مجتمع الحمد لله صايم، كلنا إن شاء الله نعمل مع بعض كلنا إن شاء الله. ساعدونا إن شاء الله الشباب مع الإدارة الأهلية مع الحكومة مع لجنة الأمن عشان نعمل مع بعض. من جهته دعا موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر البيجل أطراف المتنازعة إلى التحلي بالصبر والعمل على معالجة كافة الأسباب التي أدت إلى المشكلة، وشدد على أهمية إعلاء قيمة التعايش السلمي، معتبرا ما يجمع بين هذه المكونات أكثر مما يفرق. نبحث حلول ومعالجات مع بعض، نقعد قعدات زي دي نتفاكر وكيف نحل المشاكل، كيف نعالج المشاكل، أسبابها شنو؟ أن إحنا أصلاً هنتعايش إلى يوم القيامة. ما في طريق عشان نفترق يا أخوانا. كلنا قاعدين في البلد ده، كلنا جيران، كلنا لازم نتعايش إلى يوم القيامة. وقفت لجنة أمن ولاية غرب دارفور على الأوضاع الأمنية بمحلية كرينيك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية. وأكد ولي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود استقرار الأوضاع بالمحلية، وقال إن لجنة الأمن عقدت لقاء موسعا مع مكون المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان معاش الناس وتأمين الموسم الزراعي. ووجه ولي غرب كردفان أو دارفور كافة الأجهزة للتعامل بحسم مع التفلتات، داعيا المواطنين للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية ونبذ كافة أشكال الفرقة والشتات. في هذه الجولة أيضا لكن عقب الفاصل، البنك الزراعي يعلن توفير مبلغ 3 مليارات جنيه للزراعة بولايات كردفان الكبرى. أهلا جيتنا يا رمضان، لك ذاهب القرآن، فيك بيفهم الإنسان معنى الطاعة والإيمان وشدة قسوة الحرمان، ليكن زوع المحروم وجعان. أهلا جيتنا يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، أهلا جيتنا يا رمضان والكل بمجيك فرحان. بنك أم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. بلهفة نورك وضياء كل الشهور بملى السرور كل البلاد لما الهلال يضوي في سماء. يا رمضان مجموعة ستيم تهنئكم بحلول الشهر العظيم.
خدمة الجزلان الإلكتروني من مصرف المزارع التجاري عبر النت أو بالجوال، لك الخدمة تصل في الحال، ارتاح انت وارتاح بالك، رقمك يبقى رقم لحسابك، للخدمات يفتح أبوابك، بنكك في جوالك، احفظ جهدك احفظ مالك، مصرف المزارع اصله مثالي، كل خدماته تتم في الحال. عبر خدمة الجزلان الإلكتروني يمكنك التحويل من حساب لحساب، دفع قيمة المشتريات، تحويل الرصيد، دفع فاتورة التلفون، شراء الكهرباء، سداد الرسوم الجمركية، سداد رسوم الجامعات، سداد كافة الرسوم الحكومية وغيرها. حسابك، رقم تلفونك، من كل الشبكات، باستخدام كافة الأجهزة الذكية والكمبيوترات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.fcbsudan.com. مصرف المزارع التجاري، ماض عريق وغد مشرق. شدوا مسخن تعبان، والبيت مليان ضيفان، والحوش متان الزمان بتكنولوجيا الآن. أهلا بكم من جديد. الآن جولة الأخبار العربية والعالمية، حيث ذكر مسؤولون يمنيون أن الأطراف المتحاربة في اليمن بدأت محادثات جديدة برعاية الأمم المتحدة في الأردن يوم الاثنين. وقال المسؤولون إن المحادثات ستركز على اقتسام إيرادات موانئ الحديدة الثلاث على البحر الأحمر للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة. وبدأت حركة الحوثي يوم السبت انسحابا أحاديا من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة، وبذلك مسلمة السيطرة لقوات محلية تشرف عليها الأمم المتحدة بموجب اتفاق جرى التوصل إليه مع الحكومة التي تساندها السعودية في ديسمبر، لكنه تعثر بعدها لأشهر. قالت السعودية إن ناقلتي نفط تابعتين لها كانتا ضمن سفن تعرضت لهجوم قبلة ساحل الإمارات، ووصفت هذا الهجوم بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية، وذلك في خضم حالة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. كانت الإمارات قالت يوم الأحد أن 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة. قالت رياض أن 2 منها سعوديتان، وقالت شركة نرويجية أنها تملك 1 هذه السفن، ولم تتضح بعد التفاصيل الخاصة بسفينة الرابعة. دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنيا. وكانت قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات جوية روسية بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة تابعة للمعارضة تتكون من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة أن عدم توفير 60 مليون دولار بحلول الشهر القادم
سيجعل من قدرتها على تقديم الغذاء لحوالي 1 مليون لاجئ في قطاع غزة عرضة لتحديات كبيرة. أضافت في بيان أن ذلك يشمل حوالي 620 ألف شخص يعانون من فقر مدقع، أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والذين يتوجب عليهم العيش على أقل من دولار واحد في اليوم، وحوالي 390 ألف شخص يعانون من فقر مطلق الذين يعيشون بأقل من 3 دولارات في اليوم الواحد. لأن جولة مع أخبار المال والأعمال. إذن في أخبار الاقتصاد، أعلن البنك الزراعي توفير مبلغ 3 مليارات جنيه لزراعة مساحة 1 مليون فدان للموسم الصيفي بولايات كردفان الكبرى. وقال جلال الدين طه مساعد المدير العام للبنك الزراعي لوكالة السودان للأنباء إن أبواب البنك مفتوحة لاستلام طلبات المزارعين وتقديم التمويل وفقا لإجراءات بسيطة، مؤكدا أن البنك على استعداد لرفع سقف التمويل وزيادة المساحات. أن البنك بدأ سياسات التمويل للموسم الصيفي 2019-2020 في وقت مبكر، وشملت السياسة استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتوفير تقنيات الإنتاج الزراعي والحيواني، لافتا إلى أن السياسات تضمنت موجهات وأهداف عامة لزيادة الإنتاج. أكد والي الشمالية المكلف لواء الركن محمد الحسن الساعوري اهتمام الولاية وحرصها على تطوير القطاع الزراعي باعتباره رأس الرمح في دعم الاقتصاد وزيادة الانتاج القومي من المحاصيل الاستراتيجية. شدد الساعوري لدى زيارته لوزارة الانتاج واجتماعه مع الإدارات والأقسام على ضرورة مضاعفة الجهد والعمل والاهتمام بالتخطيط السليم والبحوث والدراسات والإرشاد الزراعي من أجل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج خاصة في المحاصيل النقدية، بجانب العمل على توطين زراعة محصول القمح والاستفادة من المقومات والموارد الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في المجال الزراعي. قال والي سنار المكلف اللواء ركن أحمد صالح عبود إن ولايته أكملت استعدادها مبكرا للدخول في الموسم الزراعي الصيفي، مؤكدا أن جازورين الزراعة ينصابوا بصورة جيدة، مشيرا إلى أن قضية الانتاج الزراعي تشكل المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية. وأوضح خلال توقيع الولاية لأربعة عقود استثمارية زراعية بأمانة الحكومة شملت 4 مشاريع مروية ب3 محليات، أكد أنهم ماضون في إعادة جميع المشاريع إلى دائرة الانتاج بعدما طالها الإهمال خلال 30 عاما، مبينا أنها كانت تشكل مصدر رزق للمواطنين. في أخبار الرياضة وفي تطور جديد، دفعت أندية الممتازة اليوم الاثنين مذكرة إلى الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أعلنت فيها رفضها الجلوس مع رئيس الاتحاد كمال شداد. وبحسب ما أعلن موقع باد نيوز فإن خطوة الأندية أغضبت رئيس الاتحاد الذي دعا الأندية ممثلا في الرئيس ونائبه لبحث الأزمة الناشبة بشأن النشاط الرياضي. وقال مصدر مطلع لباد نيوز إن كمال شداد سيصدر قرارات مهمة على خلفية ما قامت به أندية الممتاز. أزل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويج فريق مانشستر سيتي بطلا للمسابقة بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 98 نقطة. وتأهل كل من مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام هوتسبير إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد أن احتل الرباعي المربع الذهبي، فيما سيتأهل أرسنال ومانشستر يونايتد للدوري الأوروبي لاحتلالهم المركزين 5 و6. وحصل بطل الدوري على مكافأة قيمتها 38 مليون جنيه استرليني. ختاما نذكر بالعناوين. المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يتفقان على هيكل السلطة الانتقالية. النيابة العامة توجه اتهاما للرئيس المخلوع البشير بقتل المتظاهرين.
قوات الشرطة ودعم سريع تفرقان محتجين بعد محاولات لإغلاق جسر المكنمرة. بهذا مشاهدينا انتهت جولتنا. موقعنا على الانترنت الشروق.net لمزيد من الأخبار والمعلومات. إلى اللقاء.